الطلبة والطالبات. النهاردة حبيت أقعد معاكم نعرف بعض أنماط الأسئلة اللي ممكن تيجي لحضرتك وإزاي تجاوب عليها وإزاي تخلي بال حضرتك من التايتل بتاع السؤال أو عنوان السؤال، لأن الامتحان إن شاء الله الفاينل هيبقى في صورة MCQ أو Multiple Choice Questions، أسئلة اختيار متعدد، ودي الأسئلة الموضعية سواء في الميد تيرم أو سواء في الامتحان النهائي. فإزاي حضرتك يجيلك امتحان الترشيح في صورة اختيار متعدد، وكتير من طلبة سنة أولى أو الفرقة الأولى طلبوا مننا نوضح إزاي الأسئلة بتيجي وإزاي نجاوب عليها. فبص حضرتك معايا، إحنا هنتكلم النهاردة How to answer an anatomy exam، إزاي حضرتك تجاوب امتحان ترشيح. بكل بساطة بتسترجع معلوماتك، بنقيس مهاراتك في الأسئلة المختلفة. فعلى سبيل المثال بيجيلك السؤال choose the correct answer of the following، بتختار الإجابة الصحيحة من الآتي. يجيلك التايتل بتاع السؤال اهو، مثلا أول مثال عندنا the science deal with the description of the organ of circulations، العلم اللي بيختص بدراسة أعضاء الدورة الدموية. يجيلك أربع اختيارات ايديميولوجي، اتنين اهوت انجيولوجي، اوستيولوجي علم العظام، الاسيولوجي. احنا عرفنا ان العلم اللي بيختص بدراسة organ of circulation بنسميه ايه؟ بنسميه انجيولوجي. يبقى الاجابة الصحيحة عندنا اللي هي الانجيولوجي زي ما حضرتك شايف كده. ممكن يجي لك السؤال بصورة تانية، يقول لك برضو science dealing with description of the organ of the circulation، نحط لك اربع اجابات بالشكل ده، ميولوجي او اوستيولوجي او اسيسيولوجي او none of the above. هو العلم دوت بنسميه ايه؟ انجيولوجي. الاجابة الصح هنا ايه؟ رقم دي none of the above، ما فيش اجابة من التلاتة اللي فوق دولت بتوصف اجابة السؤال الصحيحة. يجي لك سؤال بشكل تاني برضو، بلوزي كاربس ان ذا فور لمب ذا تيرم بالمر ريفير تو، كلمة بالمر اللي هي البالم اوف ذا هاند في الطرف الامامي يشير لايه؟ يشير لي كرينيال ولا ميديال ولا كودال ولا لاترال. فاحنا عرفنا ان كلمة بالمر معناها ايه؟ معناها كودال. يبقى الاجابة الصحية رقم سي، بتختار حضرتك في البابل شيت اللي بيجي لك ده هوت بتعلم فيه على رقم ايه؟ سي. Which of the following bone is fixed or immovable؟ اي العظام التالية غير متحركة في الهيكل؟ احنا عرفنا ان في الهيكل كل العظام بتتحرك بمنفصل او بتتنفصل مع الاخر، ولكن هل في عظم غير متحرك؟ مثلا على سبيل المثال ريبس بتتحرك ولا متتحركش، الريدياس، الالنا، النون اوف ذا اباف. يعني هل التلاتة دولت مش متحركين؟ لا، ده هي عظمة الالنا دي عظمة غير متحركة لانها بتبقى كونتاكت مع الريدياس وثابتة مع الريدياس، بيكونوا منطقة الساعد، فدي عظمة غير متحركة على سبيل الايه؟ المثال. Regarding the long bones, the following statements are correct except. ركز حضرتك معايا في العنوان السؤال ده أو التايتل بتاع السؤال ده، بيقول لك إن كل الجمل اللي جاية دي correct بالنسبة لتوصيف اللونج بون أو العظم الطويل ما عدا إيه. يبقى هيديك أربع إجابات، كل الإجابات بتعتبر صح ما عدا واحدة أهو، except إيه؟ يبقى حضرتك إحنا هنا بنشوف الإكسبشن elongated and cylindrical، هي طويلة فعلا واسطوانية، ده العظم الطويل. طيب اللارجد اكستريميتيز، العظم الطويل برضو النهايات بتاعته متضخمة، او اللارجد او زي هاف سيميلار دايمنشنز، لها نفس المقاسات، والعظم الطويل له نفس المقاسات. طيب اكت اس سبورتنج كولمز اند از اليفرز، بتشتغل كروافع عمدة الجسم. يبقى الإجابة هنا الصحة إيه؟ كل من الأربع إجابات اللي قدام حضرتك دولت بينطبقوا على العظم الطويل ما عدا واحدة، هي إيه؟ هي زي هاف سيميلار دايمنشنز، لأن العظم الطويل ملوش السيميلار دايمنشنز. سيميلار دايمنشنز يعني طوله قد سمكه قد عرضه. كانت من مواصفات إيه؟ كانت من مواصفات الشورت بون وليس اللونج بون. ممكن يجي لك السؤال برضو بالطريقة التانية دي، Which of the following statements regarding the short bone
through. يعني أي العبارات التالية بتعتبر توصيف للشورت بون، يبقى كل العبارات اللي جاية دي ما بتوصفش الشورت بون أو ما بتديش توصيف صح للشورت بون ما عدا واحدة اللي هي هنختارها. فبص حضرتك معايا نفس صيغة السؤال اللي فات بس معكوسة: enlarged and cylindrical, enlarged extremities, they have similar dimension, act as supporting column and levers. طيب يبقى العظم القصير من الصفة اللي بتنطبق عليه من الأربع صفات اللي قدام حضرتك دول اللي هو they have similar dimensions، له نفس المسافة طوله قد عرضه قد سمكه. فالسؤال ممكن اللي عاوز اخلي بال حضرتك منه ان السؤال ممكن يجي لك باكتر من صيغه. Which of the following statements regarding the raphe true؟ يعني احنا بنتكلم عن الرفيع او الرفاء اللي خدناه من ضمن الاتاشمنتس اوف ذا ماسلز. الرفيع دوت له مواصفات. طب الاربع جمل اللي جايين دولت فيهم واحدة بس اللي بتنطبق على الرفيع، فنبص حضرتك معايا كده اهو: second and main middle main middle bulk of the muscle. هل هو الجزء السكر والمين bulk of the muscle الجزء الاوسط من العضلة، ولا هو او thin but strong flat sheet of fibrous tissue which represents the attachment of the flattened muscle. هل هو الفلات شيت اللي بتنتهي بيه الفلات muscles زي الاكسترنال والانترنال اوبليك ابدومينال muscle، ولا هل هو rounded و cord or band like fibrous tissue developed at the end of the muscle. هل هو شكل الكورد او الباند لايك اللي بتنتهي بيه العضلة، ولا هل هو الانترديجيتيشن اوف ذا شورت تندينيوس اند اوف ذا فايبرز اوف فلات ماسلز شيت. يبقى هو الاجابه الصح عندنا اللي هو الانترديجيتيشن. الرفي دوت زي اللينيا البا اللي قلنا في النص، بتجتمع عنده الجزء الفلات وابونيوروتيك بارت اللي هو سميناه ابونيوروز. ابونيوروز مع ابونيوروز يعملوا رفي او رفاء في النص. انما اللي بينطبق عليه كلمه كورد او باند لايك اللي هو بينتهي في نهايه العضل ده اسمه التندون. يبقى انا عارف ان الرفي هو تعريفه ان انترديجيتيشن اوف ذا شورت تندينيوس اند اوف ذا فايبرس اوف فلات muscles sheets. يبقى النهاية بتاع العضلة الفلات muscles بتعمل ما يسمى بالأبنوروز، بيتدخل مع بعض ويكون ما يسمى بالرفي. يبقى تخلي بال حضرتك من التايتل بتاع السؤال او which of the following statements regarding the رفي is true. أنا عاوز الحاجة بس اللي بتنطبق على الرفي أو الرفاء ده. يبقى حضرتك عارف تركز في التايتلز أو عنوان السؤال. The number of the proximal sesamoid bone in the horse skeleton is not bones. دي بقى تشغل دماغنا شوية. احنا قلنا السيساموييد بونز ده زي الشورت بونز بتوجد عند مستوى بعض المفاصل. في البروكسيمال سيساموييد بون موجود عند مستوى ايه؟ مستوى الفيتلوك جوينت. كم عظم عند مستوى الفيتلوك جوينت؟ 2. يبقى 2 في كل طرف. عندنا الحصان في طرفين امامين وطرفين خلفين، يبقى في كم عظمة؟ يبقى في 8 عظمات بروكسيمال سيساموييد. يبقى انا ممكن اعرف اجابة السؤال قبل ما اشوف الاختيارات عشان ما اتلخبطش. يبقى انا مركز ان البروكسيمال سيساموييد بون عددهم كام؟ عددهم 8 اهو. يبقى الاجابه الصحيحه عندي رقم ايه؟ رقم الاجابه الصحيحه تبقى عندي رقم ايه؟ سي اللي انا عارفها مسبقا لاني فكرت في السؤال. البروكسيمال سيساموييد بون 2 في كل رجل او في كل طرف يبقوا 8. طب لو جبنا السؤال بصيغه ثانيه، الديستال سيساموييد بون اللي هو العظم السماوي قاسي بقى او السفلي، ديستال سيساموييد بونز في السكيلتون اوف ذا هورس، يبقى عددهم كام؟ عددهم 4 عظمات، لان كل واحده كل طرف موجود في واحده عند مستوى ايه؟ عند مستوى الكوفين جوينت. يبقى الإجابة الصحيحة رقم إيه؟ اللي هي رقم 4. طب لو قلنا السؤال بصيغة تانية، how many sesamoid bones in the skeleton of the horse؟ كم عدد العظم السماوي أو السيساموييد بونز في الهيكل الحصان؟ حد هيقول لي يبقى إيه 4 و12 و16؟ لا، هم عددهم 8 عظمات بروكسيمال سيساموييد و4 ديستال سيساموييد، يبقى 12. طب والباتيلا؟ في 2 باتيلا او رود، فيبقى عدد السيساموييد بونز توتالي في السكيلتون اوف ذا هورس عددهم كام؟ 14 بونز. تمام، لان في 8 بروكسيمال سيساموييد 4 ديستال سيساموييد بجانب 2 باتيلا او الرطفتين اللي هم عند مستوى الاستايفل جوينت. دي كلها صيغ للاسئله. حضرتك في اسئله مباشره، اسئله بتقيس مهارات مختلفه، اسئله بتقيس مهارات الحفظ والاسترجاع،
مهارات التفكير، يبقى انت في الامتحان تركز او في التايتل بتاع السؤال. ممكن يجي لك بقى حد يسألني برضو او تسألوني كتير، الرسم يا دكتور هيجي ازاي؟ بنقول ان الدياجرامز هيجي بالشكل ده. The following diagram represents the structure of the synovial joint. Select the numbers that is indicate the following structure. الرسمة اللي جاية لحضرتك دي عبارة عن رسمة او تركيب الساينوفيال جوينت. على سبيل المثال يعني الساينوفيال جوينت او الاستراكشر بتاع اللونج بون، او بعد كده حضرتك تاخد في اليورينري دياجرامات او فيجرز مختلفة او رسومات مختلفة او اشكال مختلفة. كل رسمة ممكن تجي لك بالشكل ده كده. حضرتك ما بتكتبش حاجة، حضرتك بتختار بس. articular cartridge، ايه اللي يمثل الarticular cartridge في الرسمة دي؟ انا رقم من الارقام اللي انا حاططها لحضرتك دي، او ده ايه؟ ده الarticular surface، دي الarticular cartridge. يبقى رقم كام؟ هتبقى رقم 4 اهو، اللي هي ايه؟ هنختار ايه رقم دي. يبقى يجي لك الرسم بالشكل ده غير معرف البيانات. احنا عاوزين البيان ده ايه اللي يمثله على الرسمة دي. بالشكل الثاني هو نفس الرسمة، او الساينوفيال ممبرين، اللي يمثل الساينوفيال ممبرين رقم 2 ولا 3 ولا 5 ولا رقم 6. تمام، فين الساينوفيال ممبرين؟ ادي الساينوفيال ممبرين اهو الاخضر اللي باللون الاخضر ده، يبقى اللي بيمثله هنا اللي مشاور عليه ده، يبقى الاجابة الصح دي اللي هي رقم 6. ممكن يقول لك برضو في الأسئلة الموضوعية اللي يختار متعدد، ممكن يجي لك زي ما شفنا اختار او اكمل، واكمل في اختيارات تحتها، او يقول لك true or false يعني صح او خطأ. يبقى الاختيارين هنا بيبقى يا صح يا خطأ. تمام، فبقول لك جنفوز the term applied to the implantation of the teeth in the alveoli، دي بقى صح ولا خطأ؟ عملية الجنفوز دي بتطلق على انغراس الاسنان في الفكوك اللي هي بيجن سوكت. دي صحيحة، يبقى الاختيار بتاعي هنا هتبقى ايه او الترو. سؤال تاني برضو الابيفيزيال بليت is a fibrocartilaginous joint، الابيفيزيال بليت is a fibrocartilaginous joint صح ولا خطأ؟ الابيفيزيال بليت لو حضرتك استرجعت كده كان عبارة عن هيالين كارتليج او هيالين كارتليجن جوينت، يبقى الاختيار بتاعه يبقى ايه؟ فولس او رقم بي. هحط في البابل شيت اللي جاي لي او الشيت اللي جاي لي اعلم في السؤال ده على الحرف بي. الكارتريج always protect bones from erosions، دائما ركز معايا بقى في صيغة السؤال كده، دائما الغضاريف بتحمي العظم من الاروجن. هل الغضاريف دي كل وظيفتها بس؟ لا، ده الغضاريف بتدخل في تركيب اخرى، الاذن بتاع حضرتك الكلية دي عبارة عن غضروف، يبقى الغضاريف مش كل وظيفتها هي حماية العظم من التآكل. يبقى انا عرفت المعلومة دي، يبقى انا اعرف ان الاجابة هنا هتبقى الايه؟ فولس. وشكرا لحسن استماعكم، ياريت نكون فيدناكم في الجزء البسيط ده هو ازاي حضرتك تجاوب الاسئلة، ازاي تتعامل مع عناوين الاسئلة والاختلافات في التايتلز بتاع السؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.